محلية هذا المهرجان، حيث أن هذا المهرجان محليا هو المهرجان الثالث، وإلى أن تخرج به دوليا بحيث تستطيع من أن تسوق الفيلم الأردني خارج حدود الأردن. وبالتالي قامت الوزارة بدعوة مجموعة من الأشخاص المختصين بصناعة الفيلم لنستفيد من خبراتهم ونستفيد من ما وصلوا. يعني الأردن المرة دي بقى الدولة، في 2013 كان لسه وليد، وكانت المشاركة يعني تنبأت إنه شفت مجموعة من الأعمال لمجموعة من المبدعين الشباب في الأردن، تنبأت إن شاء الله إنه هينتقل إلى الدولية، وكذا وكان بالفعل إنه المهرجان السنة دي أنا بشرف في دورته. قطاع الشباب في قطاعة المرأة في القضايا المجتمعية، المخدرات، الفن والأفلام واحدة من الأدوات المهمة اللي لازم تتعزز وتلقى الدعم وتلقى التقدير بشكل أو بآخر. إحنا بالأردن بنعاني من سنوات من مشكلة الدراما ودعم الدراما في هذا الموضوع، وإحنا بعتقد إنه النجاح اللي بتحقق لمهرجان الأفلام اللي تحول بهذا العام لمهرجان دولي واحد من علامات التحفيز لكل الجهات الرسمية والخاصة حتى تقدم ما عليها من واجب تجاه صناعة الفن، صناعة السينما، صناعة الدراما، لأن اليوم أنت تستطيع بالفن أن تحارب التطرف والإرهاب أكثر ربما ما تستطيع من استخدام أدوات الوعظ والإرشاد البسيطة الاجتماعية أو السياسية. دور نقابة الفنانين بالأصل يعني لها كل الدور، لأنه نقابة الفنانين هي بيت الخبرة، فبالتالي كل هذه الطاقات الشابة والطاقات الموجودة في هذه المهرجانات هي أعضاء من نقابة الفنانين الأردنية، وبالتالي هي إضافة للنقابة وإضافة للوزارة وإضافة للحراك الفني الأردني، وهذا يسجل للوزارة ويسجل للنقابة ويسجل للعاملين في هذه المهنة. أنا ممنون لوزارة الثقافة لهذا التكريم اليوم. الفنان لما بتكرم في بلده هذه له قيمة كبيرة أكبر من أي تكريم خارج بلده. بسألوني دائما شو كيف صناعة السينما في الأردن وين وصلت. الحقيقة أنه في حقيقة من ثم دور وزارة الثقافة في إقامة مثل هذه المشاريع الرائدة، وخصوصا مهرجان الفيلم الدولي. حقيقة الأفلام التي قدمت هي أفلام حقيقة تعالج قضايا وأفكار عميقة ومهمة. قامت مهرجان للفيلم الأردني هو بحد ذاته مكسب للثقافة الأردنية وللحياة السينمائية في الأردن، حيث يساهم هذا المهرجان مع غيره من المبادرات في مجتمعنا تعزيز الثقافة السينمائية وبحث الشباب على دخول هذا المعترك الإبداعي وعمل أفلام تحكي جوانب من بيئتهم وقصصهم وحكاياتهم على أكثر من صعيد وبأكثر من أسلوب.